من 20 سنة كنت محتاج كمبيوتر عشان تفتح نت او تبعت ايميل، محتاج ووكمان او ايبود او راديو عشان تسمع حاجة وانت ماشي في الطريق، ومحتاج جيم بوي عشان تلعب وانت ماشي في الطريق، محتاج جهاز جي بي اس مخصوص وخرائط عشان تتنقل، محتاج كاميرا عشان تلقط بيها لحظاتك المهمة، ومحتاج مسجل صوت عشان تلقط الصوت اللي حواليك، محتاج نوتة عشان تدون فيها ملاحظاتك، ومحتاج سكانر كبيرة عشان تسكان ورقة. بس النهاردة الحاجات دي كلها ممكن تعملها بجهاز واحد بس قد كف ايدك. الجهاز ده ببساطة هو الموبايل. يمكن ناس كتير مش مقدرة قيمة الموبايل وسط باقي الأجهزة، وتبقى مستغربة اهتمامنا بهذا الشيء الصغير وفاكرينه حاجة مبالغ فيها. بس في الواقع الموبايل ده قدر يستبدل أجهزة كتير ضخمة، يستبدلها جزئيا أو كليا. غير الأمثلة اللي اتكلمنا عنها في المقدمة، عندك حاجة زي الكالكليتر، النتيجة، النوتة اللي بتدون فيها أرقامك وأعياد الميلاد والمناسبات المهمة، الكتاب أو قارئ الكتب الإلكتروني، المنبه، الجرايد، الكشاف، الباركود سكانر، وأجهزة كتير جدا لو قعدنا نعدها مش هنخلص في الفيديو النهاردة. الموبايل بقى صديقك ومساعدك الشخصي اللي لما تصحى الصبح رايح شغلك بيقولك خلي بالك انزل بدري النهاردة عشان الطريق لشغلك زحمة، خلي بالك الطريق ده زحمة فما تمشيش فيه، خلي بالك تقل النهاردة عشان احتمال تمطر او احتمال الدنيا تبقى ساقعة. الموبايل كمان قدر يستبدل الكريدت كارد والفلوس. الموبايل بقى وسيلة بتدفع بيها دلوقتي، بمجرد لمسة على جهاز بتقدر تشتري اللي انت عاوزه من خلال موبايلك ومن خلال البصمة بتاعتك اللي بتخلي الموضوع اكثر امانا. وكمان باضافات بسيطة بتتحط في الموبايل، زي مثلا مستشعر 3D في ظهر الموبايل بيقدر يخليك تقيس المسافات وتقيس الاطوال، بل وتعمل صورة ثلاثية الابعاد للمكان اللي انت فيه، وده قبل كده كان بيتطلب اجهزة ضخمة. وهكذا كل شوية يطلع تطبيق يستبدل حاجة كنا بنعملها او يساعدنا في حياتنا. بس كل الكلام اللي انا قلته ده حاجة، ولما دخلت وسط مجتمع المكفوفين وكنت بتعامل مع استاذ محمد عبد الفتاح صاحب قناة اندرويد فور بلايند، شفت حاجة تانية خالص، شفت الموبايل في مكانة تانية خالص. قد ايه الموبايل ده عظيم ان هو قادر يكون اداة بتساعد الشخص المكفوف انه يشوف الدنيا اللي حواليه، بتساعده ان هو يقدر يمشي ويعرف المكان اللي هو فيه من غير ما يسأل اللي حواليه، بتساعده ان هو يعرف الفلوس اللي معاه قد ايه من غير ما حد يضحك عليه، بتساعده يتواصل بسهولة مع العالم، زي مثلا تطبيق اسمه بي ماي ايز اللي بنصحك جدا تنزله، اللي بيخلي الشخص الكفيف يتواصل مع اي حد يساعده في اي مهمة هو عاوزها في اي وقت. ده غير انك لما تشوف الشغل الكبير اللي بيتعمل بالذكاء الصناعي من جوجل ومايكروسوفت هتنبهر جدا. الموبايل بقى قادر يوصف المشهد اللي قدام الكفيف، تشوف هو فيه كام شخص قدامه، والناس دول عندهم كام سنه، وراجل ولا ست، وبيضحكوا ولا متضايقين ولا زعلانين. لما يخش مطعم بيقدر يوجه الموبايل على المنيو فيقرا له المنيو، وما يبقاش محتاج حد يساعده عشان يطلب له. لدرجه ان في وقتنا الحالي الموبايل بقى حتى يقدر يشوف هل اللي حوالين الشخص الكفيف دول لابسين كمامه ولا لا، النور قاطع ولا مش قاطع، وحاجات اكتر من كده بكتير. انت متخيل كم الفرص اللي الجهاز اللي بحجم كف ايدك ده بيعملها؟ وتخيل الامل اللي بيديه للناس. The effect of having Sing AI to hand all the time is like having somebody who can see in your pocket. And one of the things I've always dreamt of since I was at university was this idea of something that could tell you at any moment what's going on around you. ومش بس الشخص الكفيف، في مثلا الصم، البكم، العمي، او بالانجليزي الديف بلايند، اللي هو شخص فقد 3 حواس تقريبا بتقطع عنه الاتصال بالعالم الخارجي كليا. الموبايل كان قادر انه يكون بوابتهم للاتصال بالعالم الخارجي، بوابتهم انهم يتكلموا ويعبروا عن مشاعرهم، بوابتهم انهم يسمعوا العالم اللي حواليهم بيقول ايه ويحسوا بمشاعر اللي حواليهم. ففي 2019 سامسونج في الهند اعلنت عن تطبيق اسمه جود فايبس، ويعني الفيديو الترويجي للتطبيق ده كان قمه في الروعه، هسيبه لكم تحت في الديسكربشن. وببساطه الشخص الديب لاين ده بيعرف يتكلم او يتواصل مع اللي حواليه من خلال اللمس او التخبيط كده. فببساطه سامسونج عمل التطبيق الجود فايبس ده ان هو الشخص ده يقدر ان هو يخبط على الشاشه بالخبطات اللي هو عارفها، فيحول الخبطات دي لكلام يقدر اي شخص ماسك موبايل تاني يوصل له الكلام ده ويفهم هو الشخص ده بيقول ايه. وعلى الناحيه التانيه الشخص العادي يقدر يتكلم ويقول كلام، فيوصل للموبايل بتاع الشخص الديب بلايند ده الكلام ده على صوره اهتزازات زي النقرات اللي هو متعلمها وعارفها، فيفهم المعنى اللي الناس اللي حواليه عاوزه توصله له. من الاخر الموبايل ده تحول من اله بتقول الو لعين وودن ولسان. الافكار مش بتقف عند هنا، في ناس دايما قاعده بتفكر ازاي تقدر تستغل الموبايل ده عشان تحل مشاكل انسانيه. شفنا برضو سامسونج في الهند ازاي بتقدر انها يعني تعمل مبادرة بسيطة كده لانها تعوض الاطفال اللي فقدوا امهم او فقدوا صوت امهم
بأنه المساعد الشخصي بتاعهم على الموبايل يبقى بيحاول يدي نزعة إنسانية يفكرهم بصوت أمهم، حاجة عظيمة جدا الموبايل ده بيقدر يعملها. نحط الجانب الإنساني على جنب ونبص على البيزنس، نبص على الفلوس. الموبايل ده كان طاقة القدر اللي فتحت لشركات وناس كتير. لك أن تتخيل شركة زي سويفل، أوبر، كريم، تطبيقات توصيل طلبات بمختلف أشكالها وأنواعها، بيزنس بمليارات قايم كليا على وجود الموبايل. لو ما كانش موجود موبايل كنتش هتشوف أوبر أو كريم. الانفلونسرز اللي بيستخدموا الموبايلات دي في حياتهم اليومية وده بيبقى مصدر دخل ليهم. تطبيقات طلعت على الموبايل ده زي التيك توك والسناب شات، ناس بتشتغل ديفلوبرز وتطبيقات بتتعمل وفلوس دايما راحة جاية، كل ده من الموبايل. ومش بس الجانب الإنساني وجانب البيزنس، لا، الموبايل ده كان بيساهم إنه أحداث العالم تتغير. فكل شخص بقى صحفي، بقى قادر ينقل الصورة، بقى قادر يبث كمان الصورة بشكل مباشر للعالم. حاجات زمان كانت بتتطلب كاميرا ضخمة، عربية بث ضخمة، بقت تتعمل دلوقتي بموبايل قد كف الإيد. الفكرة البسيطة دي فتحت عيوننا على أحداث كنا عمرنا ما هنشوفها، حاجات بتحصل في لحظة من الثانية. ما كانش هينفع إنه نجيب الآلات دي كلها نصور حدث بيحصل في لحظة من الثانية، ولما شفنا الحاجات دي تأثرنا وحصل حاجات كبيرة. حاجة مثلا زي مقتل جورج فلويد في أمريكا، تصور بكاميرا موبايل بسيطة نشرت على النت وكانت مظاهرات ضخمة بتاعت بلاك لايفز ماتر. ده أقرب حدث. قبلها كان في الثورات والأحداث اللي حصلت في عالمنا العربي واللي كان الموبايل شيء أساسي فيها، في نقل الصورة والبث المباشر وغيره. شيء عظيم جدا اللي جهاز بحجم الكف قادر تحطه في جيبك افتح لينا الفرص دي كلها، فرص في البيزنس وكسب الفلوس، أمل لناس فقدوا بعض حواسهم. شيء مدهش وعظيم إن جهاز قد كف الإيد قادر يعمل كل ده، ينفذ المهام دي كلها، ادي امل للناس دي كلها، ويفتح قدامنا فرص كتير يسهل بيها حياتنا ويخلي ناس تعمل فلوس ويوصل صوت الناس للعالم. بعد كل ده اظن انت عرفت ايه قيمة الموبايل دلوقتي، وان الموضوع مش تافه ولا بسيط، وعرفت ليه احنا مهتمين بالموبايل قوي بالشكل ده. الموضوع اعظم واكبر مما نتخيل.